أهلا بكم. رعى سيادة المدبر الرسولي للبطريركية اللاتينية رئيس الأساقفة بيير باتيستيا باتسبالا حفل تخريج الفوج الخامس من طلبة الجامعة الأمريكية في مادبة، وذلك في مدينة الحسين الرياضية بعمان. المزيد من التفاصيل في سياق التقرير التالي. هنأ رئيس مجلس أمناء الجامعة الأمريكية في مادبة المطران ويليام الشوملي طلبة الجامعة الخريجين وذويهم، مشيرا سيادته خلال رعايته حفل تخريج الفوج الخامس بحضور أعضاء مجلس أمناء الجامعة وعدد من أعضاء السلك الدبلوماسي والهيئات الرسمية والشعبية وأهالي الخريجين، إلى أن الجامعة الأمريكية في مادبة ما زالت فتية ولكنها تطمح إلى تنمية البرامج الأكاديمية ونيل الاعتمادية الأمريكية من لجنة التعليم العالي في نيو إنجلاند، معربا عن أمله أن نشاهد أجيالا من الرجال والنساء المؤهلين علميا يأخذون دورهم في المجتمع، وهم مزودون بالمهارات والمعرفة والحكمة وثقافة التسامح والحوار وقبول الاختلاف والانفتاح على الثقافات واللغات الأخرى. إن الأردن الذي نفخر بالعيش فيه لأنه أرض مقدسة ووريث حضارات عريقة هو بحاجة إلى سواعدكم وعقولكم وكفاءاتكم. الأردن لا يملك من الموارد الطبيعية إلا النظر اليسير، ويعيش في جوار ملتهب، وقد نجا بأعجوبة من عدوى الأزمات الإقليمية الطاحنة. ولكن لدى الأردن ثروة أهم من مناجم الذهب وآبار النفط، هي جيل الشباب الطواق إلى المعرفة الذي يتنافس كل سنة بأعداد كبيرة لدخول الجامعات ويضحي بالغالي والرخيص لمواصلة الدراسات العليا. وتطمح جامعاتنا الرسمية والخاصة أن تكون حاضنة للطاقات الإبداعية للمتفوقين والمتفوقات، وأن تقدم لهم الأدوات المعرفية ليكونوا جزءاً أساسياً من قوى التحريك والتطوير. أيها الخريجون، أنتم محظوظون لأنكم تعيشون في عالم رقمي سريع التطور تنتقل فيه المعلومات بسرعة البرق، فأصبحت المعارف والموسوعات والمجلات العلمية متوفرة وعلى متناول كبسة إصبع، ولديكم فرص لا محدودة للتعلم والبحث العلمي. نعيش في عالم لم يعد أبطاله الشعراء والفلاسفة بل العلماء والمخترعون، فلا تكن الشهادة التي ستتسلمونها اليوم نهاية المطاف بل منطلقاً جديداً لمواصلة التعلم الذاتي والنهل من ينابيع المعرفة الرقمية والورقية. اللهم نطلب إليك أن يكتمل علمهم بالفطنة وتزدان فطنتهم بالحكمة وتتزلى حكمتهم بالخلق الرفيع والإيثار البديع لتكتمل فيهم مسيئتك القدوسة. وبعد أن هنأ رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور نبيل أيوب الخريجين والخريجات وأهليهم خلال الاحتفال، قال لهم: أنتم الآن تبدأون مرحلة جديدة في حياتكم تشقون بها طريقكم وتأخذون القرارات والخيارات لمستقبلكم، سواء كان ذلك بالانضمام للدراسات العليا أو بالانخراط في سوق العمل، مشيرا إلى أن الجامعة الأمريكية في مادبة تقوم الآن بتوسيع مسارها الأكاديمي المكون من 18 تخصصا وتفتتح 3 تخصصات جديدة. It is our primal aim at AUM that our students are exposed to
to diverse cultures and methods of learning from various global concepts. To this end, AUM is keen on expanding its database of partner universities for students, faculty members, and research projects exchange. Such strategic partnerships will reinforce and mobilize the spirit of entrepreneurship and innovation. Innovative ideas get mobilized when learning does not only happen within you as a learner, but within and across networks of collaboration and connectivism. Our alumni have many success stories in many fields. Our graduates are sought after by many good standing companies for their know-how, hard and soft skills. AUM is expanding its academic trajectory of 18 majors, spread over 7 faculties, to be compatible with societal needs, market demands, and emerging global horizons pertaining to academia and other spheres. AUM is opening 3 new majors: Human Resources Management, Design and Visual Communication, and Data Science. Being creative in your career path, taking calculated risks to create new opportunities, taking the road less traveled by, having faith in yourselves and your team members, following your passion, and being grateful to your parents will help you excel and prosper. Congratulations to you and to your parents. وتضمن الحفل كلمة الخريجين قدمتها الطالبة غدير أبو قلبين، عبرت من خلال كلمتها عن مدى سعادة الخريجين لتخرجهم من هذا الصرح العلمي المميز الذي أتاح لهم كافة الوسائل التعليمية والتدريبية والمهارات اللازمة والمشاركة بالنشاطات والمسابقات العلمية والإبداعية والرياضية المحلية والعالمية وحصولهم على مراكز متقدمة ومتميزة. I am honored to be the person giving the valedictorian speech this year, representing all my fellow graduates of the 5th cohort of the American University of Madawa. Dear graduates of 2019, I'd like to take you approximately 1,200 days back, and yes, they are 1,200 days ago. It was your first day at AUM. You were anxious, excited, yet confused. You didn't know where BA or BB was, and then you eventually became a boss at it and started guiding what we now call SANAFIT. Now, I want you to hold on to this memory. I want you to take this as a lesson to teach you that now you will be entering a new chapter of your life. Some of you might start your own business, others might get employed, and some might even continue their higher education. It will be tough though, just like how you managed to get to UC University. You will eventually learn the tricks of this new chapter, so don't stress, everything's going to be alright. During my university years, due to the diversity found at AUM, I was able to make friends from people from the opposite sides of the world, exchange the different cultures and traditions that we have. This university has been a great combination of fun, quality education, and exciting campus life, which fosters innovation, voluntary spirit, and lifelong learning. And I'm pretty sure you guys all agree. There are a lot of memories we will hold on to, such as the days when we used to tell our doctors that we will come more prepared the upcoming lecture, even though we know each lecture we do the exact same thing. Or even the times when we used to decide to go out and study in groups and end up chatting about everything but the course material. Raymond Liuzzi once said, "You will never have more energy, enthusiasm, hair, or brain cells than you have today." So therefore, graduates, make the best out of every day. Feel proud of yourself and those who shaped you to be the person you are today. God bless AUM, our doctors, and all our beloved ones.